بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما العبرة وماذا يستفاد من رحلة الإسراء والمعراج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، لا بد من الإيمان بذلك والتصديق بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، ذكر الإسراء في القرآن وأثنى على نفسه بأن أسرى بعبده، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا فيه قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء، وفيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام له، حيث إن الله قال بعبده، والعبودية لله هي أشرف المقامات. ثم أيضا هو معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، معجزة دالة على صدقه في رسالته عليه الصلاة والسلام، وفيها مصلحة لأمته، لأن الله إذا أكرم نبيها فقد أكرمها. وأيضا حصل في هذه الرحلة المباركة أن الله سبحانه وتعالى فرض فيها الصلوات اليوم والليلة، 5 صلوات مستمرة للأمة إلى أن تقوم الساعة، وفيها عبر وعظات وامتحان للإيمان، لأن فيه من لما بلغهم ذلك تشككوا من ضعاف الإيمان، والكفار أنكروا ذلك، ففيها ابتلاء واختبار للمؤمنين الصادقين، اختبار لقوة الإيمان من ضعفه، فيها عبر وعظات. والإسراء ليس هو مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة إلى المعراج الذي هو الصعود إلى السماء. قد صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات بصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذه كرامة من الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشريف له، تشريف لأمته، فيها مصالح عظيمة، خيرات كثيرة، رزها أنها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر الله بذلك أمته في القرآن: يا أفرح بذلك ويشكر الله على هذه النعمة التي خص الله بها نبيها وأمته وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يرفع الأصبع أثناء الشهادتين في الصلاة، وهل أرفعهما بين السجدتين أيضا؟ وقد سمعت بأنني أرفع ذلك في أثناء قولي اللهم، فهل هذا صحيح؟ الذي ورد أن السبابة ترفع عند لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، وذلك في التشهد الأول والتشهد الثاني، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد، هذا سنة مستحب. وأما رفع الأصبع بين السجدتين، يعني في الجلسة بين السجدتين، فهذا لم يرد فيه شيء. نعم. يسأل عن حكم الأذان في السفر، يقول: وإذا كنا سنصل قبل أذان أحد المساجد، هل يؤذن في السفر؟ إذا وصلتم قبل الأذان يكفي أذان البلد، إذا صليتم في الطريق قبل أن تصلوا إلى البلد فإنكم تؤذنون، فالأذان حضرا وسفرا على الرجال. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ عن فضل قراءة الفاتحة على المصاب، وهل تكفي، وهل تردد أكثر من مرة؟ نعم، الفاتحة رقية، ولذلك تسمى بالرقية، رقية نافعة تقرأ على المريض والمصاب، لأن ذلك من أسباب الشفاء، وفيها دعاء، كلها دعاء، دعاء
عبادة ودعاء مسألة، فكلها دعاء، فترديدها على المريض والمصاب لا بأس به، وفيه فائدة للمريض لأن الله يشفيه بها. نعم. هذا يسأل يقول عن الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة، ما هل ورد ذلك يا شيخ؟ نعم، هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن المسلمين لما كثروا في المدينة وانشغل الناس بتجارتهم وبيعهم وشرائهم وبزراعتهم مزارعهم وتوسعت المدينة، فإن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بالأذان الأول من أجل أن يستعد الناس لصلاة الجمعة والذهاب إليها. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. له فقرة أخرى في هذا الموضوع عن حكم قول الصلاة خير من النوم في الأذان، هل وردت في رؤيا عبد الله بن زيد؟ نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، هذه تسمى بالتثويب، لأن الناس ينامون في الغالب آخر الليل، فيؤتى بهذه الكلمة لحثهم على الاستيقاظ، ولها مناسبة في هذا الأذان بخاصة. نعم. يقول الشيخ: بالنسبة للالتفات بالنسبة للمؤذن في الحي علتين. نعم، يسن للمؤذن أن يلتفت في الحي علتين يمينا وشمالا، يلتفت حي على الصلاة على اليمين، ويلتفت حي على الفلاح على الشمال، هذه السنة من سنن الأذان. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول: هل المخالفة والمسابقة في الصلاة تبطل الصلاة، وكذلك في غير تكبيرة الإحرام؟ نعم، إذا تعمد مسابقة الإمام في الصلاة ولم يأتي بما سبق به بعد الإمام لم يستدرك، فإنها تبطل صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ردد هذا الدعاء، هل له وقت معين في المساء والصباح؟ فأنا أردده في كل وقت: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الاستغفار، فهو أفضل أنواع الاستغفار، فتردده في أي وقت يتيسر لك لما فيه من الفضل العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: ما حكم التنابز بالألقاب؟ ونرجو كلمة بذلك، لأن هناك من يتساهل في هذا الموضوع. الألقاب التي فيها تنقص لا يجوز التنابز بها، لأن الله نهى عن ذلك، قال سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب، فأحرموا هذا الشيء لأن الله نهى عنه ولما فيه من الإساءة إلى المسلم. نعم. هذا سائل يقول: الشيخ، مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر، فكيف الرد على من يقول بأن الثلث الآخر أو الأخير مستمر على مدار الأرض؟ نعم، الله قادر على كل شيء، هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وقدر الليل والنهار، قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فنحن نؤمن بهذا وأيضا نعمل بهذا، فندعو في آخر الليل قبل في وقت السحر، نستغفر، نسأل الله حاجاتنا، لأنها فرصة عظيمة أتاحها الله لنا. وأما السؤال عن اختلاف ثلث الليل باختلاف الأرض، فهذا سؤال عن الكيفية، لا نقول كيف ينزل، نقول ينزل سبحانه على صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما فضل تسوية الصفوف في الصلاة؟ وهناك من يتساهل بتسويتها، فهناك المتقدم والمتأخر، ما واجب إمام المسجد في ذلك؟ واجب إمام المسجد في ذلك متأكد أنه يسوي الصفوف قبل أن يكبر الإحرام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيأمر المصلين بتعديل الصفوف وبالتراص
فيها وبسد الفرج قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. نعم. هذا يسأل ويقول الشيخ ما حكم الترديد مع الإقامة؟ طيب يعني هذا من الإقامة أذان ثاني، هي أذان قد جاء الترغيب في متابعة المؤذن وهذا يشمل الإقامة، يتابعه في ألفاظ الإقامة. نعم. يقول أنا أدرس في كلية الشريعة، فما أفضل كتب العقيدة التي تدرس في هذا الموضوع؟ هذا عندكم مقرر، ما دمت تدرس في كلية الشريعة عندكم المقرر في التوحيد، وهو التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح الطحاوية لابن أبي العز، وهو كتاب حافل العقيدة وكتاب جيد، عليك أن تعتني بهذين الكتابين وأن تستوعبهما حتى تكون على بصيرة من صحة العقيدة وفهمها والدعوة إليها وبيانها للناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من ترك صلاة الوتر يعتبر آثما حتى ولو كان ناسيا؟ لا يعتبر آثما، ولكن يعتبر مفرطا وعنده نقص في هذا، ولكن بإمكانه إذا غلبه النوم ولم يقم للوتر بإمكانه أن يقضيه في النهار ويشفعه، إذا كان يوتر بثلاث صلي أربع ركعات بسلامين، كان يصلي بخمس جعله ستا بثلاث تسليمات، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة، كان يوتر بإحدى عشرة يجعله في القضاء ثنتي عشرة ركعة كل ركعتين بسلام. ولكن إذا كنت لا تثق من قيامك في آخر الليل فأوتر قبل أن تنام، أوتر قبل أن تنام، ثم إذا استيقظت ويسر الله لك القيام فقم وصلي ما تيسر من الليل وتكتفي بالوتر الأول، لا تكرر الوتر في أول الليل وفي آخره، يكفي الوتر الأول وتصلي ما تيسر لك في آخر الليل. نعم. يقول ما الفرق بين قولنا حرام ولا يجوز؟ لا فرق بينهما، الحرام لا يجوز والذي لا يجوز حرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول تخصيص الإفطار الجماعي يوم عاشوراء بالنسبة للموظفين أو من في المنزل من الأسرة. الاتفاق على الصوم الجماعي سواء في عاشوراء أو في غيره هذا بدء، لكن إذا قدر أنكم مجتمعون في دائرة أو في مكان عمل فلا بأس، لأن هذا اجتماع غير مقصود، اجتماع يعني اجتماع في السحور واجتماع في الإفطار غير مقصود، فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ أحيانا تنقطع المياه في المدرسة وعدد الطلاب يزيد عن 1000 طالب، هل يجوز لنا أن نتيمم لصلاة الظهر؟ لا، إما أن يصلح الماء صيانة تصلحه ليتوضأ الناس، وإما أن تخرجوا وتتوضأوا من المساجد التي حولكم من دورات المياه التي حولكم، ولا تتيمموا عندكم الماء حاضر، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنتم واجدون للماء وقريبا منكم. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم المؤذن الذي ينبهنا في أوقات الصلاة في الجوال؟ لا يشرع هذا، الأذان يكفي، الأذان ولله الحمد فيه كفاية، فيؤذن والذي يحرص على الصلاة سيقوم إذا سمع الأذان، ما إذا كنت تنبههم فأصبح الأذان ليس له فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان مشغول في عمل هل يجوز أن يصلي الصلاة السنة كلها في الليل؟ لا، صليها في أوقاتها مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما أكدها، هذه 10 ركعات يصليها كل نافلة أو كل راتبة مع فريضتها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي حيوانات محنطة في مقدمة المنزل، هل أقوم بوضعها أم ماذا أعمل؟ أتلفها، لأن هذه جيف، تحتفظ بجيف في بيتك، أتلفها وأبعدها عنك. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن كتب ابن سيرين، هل تخصص ابن سيرين في تفسير الأحلام؟ وهذه الكتب الموجودة الآن في المكتبات
الروايات يقال بأنها لابن سيرين. هذا كذب، ابن سيرين ليس له كتب لتفسير الأحلام، هذا الكتاب الموجود ليس لابن سيرين، إنما هو موضوع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يا شيخ، ما حكم علاج السحر بالسحر والتردد على هؤلاء لإزالته؟ نسأل الله العافية. لا يجوز علاج السحر بالسحر، لا يجوز عمل السحر لأي غرض كان، لأنه كفر، فلا تعمل الكفر من أجل العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر هو أعظم الحرام لأنه كفر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، قد جعل الله من الأدوية، ولله الحمد الأدوية المباحة ما يغنينا عن السحر، من الرقى بالقرآن والأدعية أيضا ما يغنينا عن السحر. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وسجل هذا اللقاء زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.